الحين طبعا بالبدايه الله يرحم شهدائنا ويشافي جرحانا. اعتقد يعني هذا شيء حس وطني بداخله، ما يحتاج انه انشر صوره، وما يحتاج ان شاء الله من الداعمين ومساندين ومتواجدين في تظاهرات العراق، لان يمكن كثير من العراقيين والشعب العراقي يعني ما انظلم وعاش من ظلم، ولازم صراحه انه توجد العداله السماويه والمساواه بين الناس. يمكن على مستوى الشخصي يعني يمكن الله انطاني اكثر من قابليتي، لكن لازم احس بناسي واهلي وبوضعي. وانا خرجت من مدينه فقيره مجاهده، وبعدين انتقلت الى مثلا عشت الترف من خلال كره القدم، وما حصلت ما حصلته طبعا هذا يمكن بمجهود فردي، لكن المعاناه اللي يعيشها الشعب العراقي بعد صراحة خاطر بدون بعد هاي الحكومة اللي ظلمت الشعب العراقي، يعني حكومة ظالمة يعني انه اتمنى انه ما تحكم هاي الحكومة، تحكم الشعب العراقي، ما حقق ظلم للشعب العراقي حتى بالدول المجاورة اللي قاعد يعيشوها، اللي قاعد نشوف اخواننا وشبابنا اللي قاعد تروح. يمكن نداء المرجعية بجبهات القتال والتوجه بعد داعش لبوا الدعوة بكل ما عندهم، لكن بعد هذه الحالات اللي قاعد اشوفها صراحه استاذ علي ان الامور تسير بهذه الطريقه، والمتظاهرين هم شباب وناس يطالبون بحقوقهم البسيطه اللي يمكن العراق يقدر يوفرها ابسط ما يمكن باعتبار انه دوله غنيه ويحتاج، لكن هم ظاهر عايشين في مجال اخر وترف ومليارات العالم يلعبون بها، وهاي المساكين اللي يحتاجونها بس بالسلب والقتل ويذبوهم بساحات القتال. فاتمنى من رب العالمين انه تصير عداله سماويه، والله يخلصنا من هاي الناس الظلام، وندعم ونشيد على ايد المتظاهرين، وان شاء الله نكون متواجدين. متابع لمشاركه الوسط الرياضي للتظاهرات والمطالبات؟ انا موجود يعني بالتظاهرات. اها، شنو رأيك بهذه المشاركة؟ على مستوى الشخصي؟ رياضياً أتحدث، دخول الوسط الرياضي إلى هذه التظاهرة. هذا نداء وطن، ما يحتاج أن تكون رياضة وغيرها، ما يحتاج أنه علي سالم مقدم برنامج يتواجد. أنت الآن تتواجد كشخص عراقي جيد. لكن يحتاجك هو شنو؟ لكونك أنت رمز رياضي يعني ما تنحسب صراحة من جهة، يعني مثلا على حزب أو على جهة معينة، تكون مؤثر أكثر قصدك. طبيعي، لأن أنت صراحة هو الرياضي بطبيعة حال أستاذ علي. للأمانة أقول يعني هسه أنا ما أريد أنه أظلم باقي الناس يعني، لكن للأمانة أقول الرياضي هو طبيعة حاله أنه ما سلب ما نهب ما أخذ حقوق الشعب العراقي، لذلك هم يتجهون لك، يعني يشوفونك أمامهم رمز وخدمتهم وفرحتهم في فترة من الفترات سواء لاعب أو مدرب. لذلك شوف حتى المتظاهرين أنا التقيت بهم، يعني قسم المتظاهر للأمانة أقول خصوصا من صارت التظاهرات يعني ينبيت وشفت حالات يعني والتعامل معاهم بهذه الطريقة، للأمانة أنه يعني مرات حتى واحد يعني طبعا هي العراقية والوطنية بالداخل انه ما يزرعها لي الشخص اللي شفته التعامل مع المتظاهرين، يعني من الظلم انه يتعامل شخص عراقي بالمقابل، لازم هو يتذكر وانت تتذكر وانا اتذكر، لو ما هاي الناس ما يتواجدون لا هم ولا غيرهم في هذا البلد. طيب سيد ميثم، بذات السؤال، خرجت للتظاهرة قبل ان اسالك، بنعم او بلا؟ لا، انا للامانة ما خرجت للتظاهرة. سبب؟ سبب انه يعني طبعا تظاهرة حق دستوري كفل الدستور، وكل المتظاهرين اللي خرجوا لمطالبه بحقوقهم، وهذا امر مشروع. بالنسبه لي شخصيا ما اشتركت لانه ما اخذ على نفسي وعد وامانه انه احارب بطريقه اخرى. انا اشعر انه التظاهره عفويه، لهذا كثير من الناس حاولت تركب الموجه، واكو ناس حاولت تمرر بعض الجوانب السلبيه اللي للاسف انه ضرب بالمجتمع، وبالتالي اخذت على عاتقي التثقيف بهذا الموضوع. دلينا بالطريقه التي يحارب بها سيد ميثم الحسني، شنو هاي الطريقه؟ شوف الاعلام معروف شنو وسيلته، انا رجل اعلامي احارب بسلاحي اللي هو الاعلام. انا دائما اذكر اخواني المتظاهر، طبعا دمائهم زكيه، الله يرحم شهدائنا، الله يشافي الجرحى. انا قلبا وقالبا مع كل انسان يطالب بحقوقه بشكل سلمي، وان لا يترك مجال لمن يحاول يسحب التظاهره بشكل وحشي او نصدر صوره غير حضاريه عن بلدنا. تعرف العراق حضاره وقيم واخلاق، وبالتالي كل هذه الامور انا حاملها على عاتقي، اقول لازم نوصل صوتنا حتى يعرفون اخواننا المتظاهرين. هذا واحد. اثنين، القضيه اللي تشغل بالي دائما اقول انه التظاهرات العفويه
سرعان ما تنقاد بصراحة، لأنه ما تلقى لها قيادة حقيقية أنه ممكن توضح لك شنو النتائج، شنو الطلبات بالأخير حتى نوصل، لأن ما ممكن يبقى البلد بالمجهول. رياضيا سيد، الإعلام الرياضي كان له مواقف بصراحة مشرفة، إطلاق الهاشتاج الإعلام الرياضي معكم، الجروبات وتفاعلها مع الحدث، نعم. شنو تقييمك لهذا الموضوع؟ طبعا شوف، هي قلت لك هي يعني انت تشوف اخوك ده الظاهر، واكيد انت لازم تكون بهذا الاتجاه، لكن انا اللي اتمنى انه يعني انا شفت بعض الشخصيات يعني بالوسط الرياضي، ما اقصد بالوسط الاعلامي، هم مفسدين على شنو طالعين، والله ما اعرف يعني رياضيين مفسدين طالعين تظاهر. نعم انتم عليكم ملفات فساد، وانتم خرجتم من الباب الضيق، يعني انا ما اعرف هسه وجودكم، يعني ليش يشيلون لافتة رياضية على الأقل؟ يعني خليه يبتعدون عن ولا يلبس لبس رياضي، خليه يبتعد، خليه طالب، يعني مثلا نشوف حال المواطنين، يمكن شغلة طبيعية نقول يناصر ويساند، أما أنت مفسد بالرياضة يا أخي، أنت هيك تسيء حتى للتظاهر، أنا واحد من الناس من أشوف هيك منظر يعني مباشرة، قلت هذا ده خلي صحح صورته قدام أطفاله، يعني أنت قدام أطفالك انت سمعتك مو صحيحه. شنو تقصد؟ هو رياضي يطلع كثير من التفاصيل، احنا شكو رياضي يطلع يقول لك هذا، لا للامانه هم معروفين تحديدا القاده الرياضيين، انا ما احكي لك على اي رياضي، قاده الرياضيين اللي فزدوا اللي عندهم مشاكل كافي، يعني حتى ما نريد نذكر اسماء. من القاده طلع تظاهر؟ ما شفت قاده طلع تظاهر، بس اسمع، شفت لاعبين طلعوا؟ اكو طالعين استاذ علي، احنا ما نذكر اسماء لان اخواننا المتظاهرين قد واحد من عندهم يفلت اعصابه ويعرف انه هذا، وممكن تصير اراقه دم، وانا اصلا ضد اراقه الدم، قلت لك بكل الاحوال، يعني حتى من يكون عندك شخص مسيء اتعامل وياه بعزله وبفرزه بدون اراقه الدم، لانه كل هذا الموضوع هم ابنائنا، حتى المفسد يعاقب القانون، من عاقبه احنا بطريقه وحشيه، انا اقول هذا الموضوع لازم الجميع يلتفت له، لازم نحمي اخواننا المتظاهرين قلبا وقالبا معهم، لانه اللي شاف العراق مو قليل بصراحه، هناك ملفات فساد حتى الحكومه تتحدث عنها، وبالتالي الجميع من حقه انه يعبر عن رايه بهذه الطريقه ويطالب بحقوقه، لكن اتمنى يعني رساله اخويه للجميع، لا حد يفكر انه عندما نتحدث عن المندسين وعن، لا يصوروا انه ماكو مندسين، ما حدث بالجنوب يدمي القلب بصراحه، انا واحد من الناس يعني ليالي ما انام بسبب ما جرى بالجنوب، ليش كلهم ابناء، ليش الصراع هذا، على شنو هالصراع، على شنو هالاقتتال، يعني الفتنه اسرع منها ماكو بالتظاهرات اللي ما بيها قياده، رجان يعني انا اكثر من مره قلت يا ريت انه تكون عندهم قياده حقيقيه هي اللي تفاوض، يعني ما عندنا مشكله بس تكون قياده محترمه وواعيه وتعرف. خلينا ندخل